بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة أوتوكاد 2016 للمبتدئين. نجي للدرس رقم 24، بيتكلم عن الخطوط أو التكست. طيب، أو النصوص أو الكتابة. طيب، عندنا بنلقى الامر حق تكست، عندنا هنا بنجي انوتيت، بنلقاه هنا عندنا تكست، نضغط على المثلث الصغير، بنزل عندنا نوعين من التكست، اما سنجل لاين او ملتي لاين. نشوف النوعين كيف بيعملوا واوامرهم شنو من لوحة المفاتيح. طيب، نجي للنوع الاول اللي هو السنجل لاين. السنجل لاين بنكتب الكتابة بتاعتنا في سطر واحد وبيكون مستمر. بنجي نختاره من هنا، نقول سنجل لاين، ونجي نحدد ارتفاع الخط كم. هنا بيقول لي specify start point of text or justify style. بجي بقول له ارتفاع الخط بتاعي من هنا مثلا بينتهي هنا، وبقول له حدد في اتجاه الاتجاه ده او الاتجاه ده. بقول له لا، الخط بتاعي متجه على هنا، وبضغط بيبقى معايا الكيرسر بالطريقة دي. بقوم بقول له مثلا هنا ده كده، وبضغط برا، بيجيب لي تاني خيارين انه اكتب. بضغط برا واضغط اسكيب، كده بيكون كتبته. طيب، ده سنجل لاين. طيب، مثلا انا داير اكتب عندي هنا مجموعة، عندي هنا خط كبير، اصغر 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 وانت ماشي. طيب، كيف انا اكتب بالخط الكبير ده او الصغير هو نفسه؟ بجي بختار الخط من هنا، بختار النص من هنا، بجي اجيب هنا عند المربع ده، بضغط رايت كليك وبقول له كويك بروبرتيز. بضغط هنا بيقول لي الهايت بتاع الخط عندك هنا 13.6142، سي كان اي رقم، مثلا 13.6. عشان انا اكتب بنفس الحجم ده، بجي هنا بقول له تكست من لوحة المفاتيح، الاختصار بتاعه تكست، وبضغط انتر. بقوم بقول لي specify start point or of text. بقوم بقول له هنا ده الستارت، قبل هنا قلنا 13.6، بجي بقول له 13.6 وانتر. بقول لي حدد اتجاه الخط بتاعك، بقول له هنا، بقول لي اكتب، بقول له text. بجي بلقى، بضغط برا، بجي بلقى الخط ده، قدر الخط ده. طيب، عندنا طريقة تانية للكتابة اللي هي ممكن انا اجي اختار ده، اعمل منه كوبي سي او انتر، اشيله هنا، اخده هنا مثلا داخل زي ما هو، اجي اضغط على دبل كليك، بيتظلل معاي كده، ابدا اكتب طوالي واضغط برا، بيكون عدلته في الخط وبنفس الحجم بتاعه. طيب، ده باختصار شديد ده كله السنجل لاين. نجي للمالتي لاين اللي هو بيكتب لنا الخط يكون او الكتابة تكون في مجموعة من الاسطر. بجي بيختار هنا وبقول له مالتي لاين تكست من هنا. بيجي هنا بيقول لي الامر بتاعه من لوحة المفاتيح اسمه ام تكست، بيقول لي specify first corner. بيجي بقول له الكورنر الاولى دي، وهنا بيقول لي specify opposite corner، يعني توريه النص بتاعك او الكتابة اللي هتكتبها بتكون جوا شنو او قدر شنو. الويتس بتاع
الويدث بتاع الصفحة أول حاجة تقدر تكتب جواها، بقول له مثلا هنا. بعد كده بجي أبدأ أكتب، مجرد ما انا وصلت هنا بنزل معاي تحت طوالي، وهكذا قدر ما انا اخلص اكتب اي حاجة. قدر ما انا اكتب اصل نهاية المربع هنا بنزل معاي تحت، لانه انا حددت له الويدث بتاعي بالكورنر دي والكورنر اللي هنا، وبنزل معاي لتحت. انتهيت، اضغط برا بكون عندي اتكتب بالطريقة دي. مرة تانية نقول الملتي لاين الامر بتاعه ام، الملتي لاين تكست ام تكست انتر، بقول لي حدد الكورنر الاولى، بقول له هنا، بقول لي حدد الكورنر الثانية، بقول له هنا مثلا، وببدأ اكتب. كده قدر ما انا اكتب يصل معاي هنا بنزل تحت طوالي. طيب ده كله ما في الخطوط، والخطوط عندها كمان يعني لها خصائصها، ممكن تغير اللاير بتاعتها، ممكن تعمل لها كوبي، تعمل لها موف، تعمل لها روتيت زي او زي الاوبجكتس التانية. وباختصار شديد ده التكست بالنسبة للمبتدئين، وفي مواضيع اوسع من كده بالنسبة للخطوط. فان احنا نقف لحد هنا والناس تبحث اكتر عشان تعرف اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.